وعارفة يا نور، أنا بحب قوي بقى لما ابقى قاعدة مثلا بفطر كده عند ناس والمسلسل بقى يشتغل واحنا لابسين زي كده رمضاني اصلا مرحرح كده، تحسي ان انت مش اللبس بقى اللي بنلبسه طول السنة، الجينز بقى وحاجات، فتحسي ان انت تفضلي قاعدة بقى في بيت الناس اللي عارفينك دول لحد ما عاد السحور، تتسحري وتتوكلي على الله. بتتسحري بقى الفطار ولا بتتسحروا سحور مختلف؟ لا انت اصلا على الفطار بنبقى ايه، حاسة ان انا مش قادرة اكل من كل الحاجات اللي موجودة لان المعدة لسه بتبقى فاضية، وبحب انا الاول ابدأ مثلا بشوربة وحاجة خفيفة واستنى لغاية بعد السحور ابدأ بقى ايه اكل بقى من الاكل التقيل ده. بعد الفطار دي عادتي بقى اكل بعد الفطار بشوية حلوة بعد السحور كده. ما هو ده طبيعي اعتقد، انه حتى كمان السادة المشاهدين معانا فترة الصيام دي بتقفل المعدة وبتبقى المعدة منزعجة كده بعد أول بق مية أو أي حاجة، على طول الدنيا بتقفل، يمكن بعد ساعة ساعتين فعلا بتبدأ الدنيا بس المشكلة إحنا ما بقيناش نلحق الفطار لازق في السحور. بقيت الأكل بتاع الفطار ومش فاكرة إن أنا عمري اتسحرت، أو علشان بتاكلي يعني في النص. باكل في النص فما بحس ان انا مش جعانه خالص على ميعاد. عايز ياخد حاجه كده برضو قبل الفجر، الفجر بقى بيجي بسرعه قوي يا جماعه، حاجه بسيطه كده يعني خرطه مكرونه بالبشاميل مثلا، بفتكتين كده على حتتين بانيه، احلى احلى واخف سحور في التسعب. هو في لايت كده يا ربي، السحور اللايت مع مي بحيري ما اقولكوش. تابعوا كل وصفات مي بحيري للسحور اللايت، اقول لكم يعني كل ما هو جديد ومفيد. لو عايز تتسحر خفيف تعال لي وانا اقول لك بقى ايه الافكار كلها عندي. هتلوح انا مش جاي اتسحر عندك تاني ابدا، خلاص خلاص انا كفايه عليا، انا هفطر عندك الاسبوع اللي جاي وخلاص على كده، لكن سحور ما تقوليليش سحور، انا بخاف عندك، بخاف منك جدا. عايز تعملي فيا ايه؟ تموتيني؟ عايزه تخلص مني شفتوا. بس انت يا نور ما شاء الله عليكي بجد، انت كده كده بيليق عليكي اي حاجه ما شاء الله زي القمر في اي حاجه. بس بصوا يا جماعه بجد ما شاء الله شكلها تحفه في العبايات، يعني انا جميل اللون ده بجد لايق عليكي قوي، وفي شغل كده من عند الوسط وعند الكمام وبتاع وفضفاض، ولا والشوز كمان ماتشنج، فلا اطلاق يعني اطلاله موفقه النهارده. هتخليني اقوم كده اخد بروته واحنا صايمين مش قادرين. انت على فكره برضو يعني بصي، انت احرجتيني وبداتي في الموضوع ده الاول، خلتيني ما الحقش اقول لك ان انا عاجبني جدا الاوتفيت بتاعك، وانا بحب الالوان دي، يعني الاسود اساسا ملك الالوان. بحب بقى كل درجه لون موجوده في الكور الصغنطوطه الحلوه اللي محطوطه عندك دي. الحاجات بتاعت العربيه اللي هي قدام دي اسمها ايه؟ اللي هي الخياميه دي اسمها خياميه؟ تقريبا. حلوه جدا حلوه جدا يا ايه رايك؟ ما شاء الله بجد ما شاء الله زي القمر. مين اشيك انا ولا انت؟ هم يقولوا لنا بقى، ابعتوا لنا بقى على صفحه البرنامج مي ولا نور اشيك النهارده، ومين عجبه العبايه بتاعه تاني اكتر النهارده. مجهزين بقى ايه احنا النهارده يا نور؟ يا ترى مجهزين ايه؟ اكيد عندنا فقرات مختلفه وتساعدنا في رمضان.